ذكريني. نعم نعم نشاهد سويا ما وصلنا من صور من الزملاء طبعا في مباراة لعبت بين فريقين في آخر في أسفل الترتيب. الحسابات كثيرة ومعقدة للفريقين اللذين بكل بساطة يدفعان الثمن. البداية صعبة جابر، مباراة ما فين احنا نقولوا دائما مباراة بست نقاط، هذه أكثر من ست نقاط، لأنه لو انهزم أو ينهزم واد سوف نقدر نقولوا أنه سقط أو وضع قدم في القسم الثاني. وبن عكنون بعد عودته بقوة، الهدف الذي سجله نجم بن عكنون كان واحد في الدقيقة العشرين. كريم قلت كلام صحيح أنه يدفعان فاتورة البداية الغير موافقة لكلا الفريقين، لذلك النقاط كانت غالية جدا. وسواء النجم أو الاتحاد يلعبان ضد الوقت وضد الظروف وضد طبعا هو شوط أول. بعد ذلك هذه الصور التي وصلتنا للشوط